الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية لسنة 2023 بالمدينة الحمراء مراكش مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، حيث يجمع الحدث العديد من المختصين والفاعلين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم، وذلك مواكبة لنمو الحركة السككية المستدامة على النطاق العالمي. عندنا طموح كبير باش هذه الفرقة السرعة الفائقة توصل حتى لمدينة مراكش، ثم تستمر حتى لمدينة أكادير، ومن بعد ذلك أيضا الربط ما بين مدينة الرباط ومدينة وجدة. هذا المشروع هذا بالطبع طموح جدا، ذو تكلفة مالية كبيرة. هي دورة تأتي بعدما حققت الدورات السابقة مقاصدها، وستستمر أشغالها حتى 10 من الشهر الجاري، وذلك تكريسا للدور الريادي الذي يطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة.